بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العلي العظيم. يظن البعض ان منطقة حي الشهداء لا ينقصها شيء من خدمات واعمار، لكن لو زارها المسؤول لوجدها تفتقر الى ابسط المقومات، فهي تعاني من نقص في خدمات الصحة والأمن والرياضة، وأغلب شوارعها لا تصلح لسير المركبات، فهي قديمة الإنشاء وأكل عليها الزمن والشرب. فهذه المنطقة المضحية اسم على مسمى، ضحى أبناؤها بأنفسهم وأموالهم في كل نداء للوطن، ولا زالت تعاني. لذا قرر أهلها من شيوخ ووجهاء وشباب الوقوف بتظاهرات سلمية وإمهال الحكومة مهلة أقصاها 7 أيام من أجل تلبية مطالبهم المشروعة والبسيطة والحقة، وإلا بعدها سيكون لأخذ الحق طرق أخرى نحن أبرز العارفين بها. أخوتي الأعزاء، هذا البيان الذي قرأ وتلأ على مسامعكم هو لحي الشهداء ولجميع المناطق المنكوبة، فشكرا لكم.